الكيدز هنا حبوبين قوي قوي قوي. انت عارفاني انا حنينه بطبعي. طبعا انت هتقولي لي ميرسي هدى، والله تعبتك معايا عشان بس تعرفي ان انا اجدع منك من ايام المدرسه، مش بتفتكريني غير وقت المصالح. وخلاص بقى يا هدى انت هتذليني. المهم ما تعرفيش انا هشتغل ايه في السكول دي او السالري كام؟ ما اعرفش، انت هتقابلي دلوقتي المديره ولا تحدد معاكي؟ ده اللي قلتولي حنان صاحبتي ظبط لك الشغل. ميرسي قوي قوي يا هدهوده، اشكري لي حنونه قوي. المهم بس عايزاكي تشرفيني كده وترفعي راسي عشان زي ما انت شايفه كده الحضانه كلها اولاد ناس ومديره ما بتهرج. دونت وري، انا اني جدا في الشغلانه دي. يلا باي باي حبيبي اسيبك. معقوله كده من اول يوم تثقوا فيا وابقى ميس لهفه؟ ميس لهفه؟ انت عارفه المدرسين هنا متعلمين ازاي وجايين منين؟ جايين منين يعني؟ على فكره حضرتك الناس اللي جايباني هنا قالوا لي ان انا هيكون عندي بوزيشن كويس. بوزيشن؟ هقول لك جايين منين؟ من احسن مدارس وفي مدرسين اجانب كمان. يلا يلا بلاش لكحه، يلا اوريك الكلاس بتاعك. اوكي اتفضلي. ده الكلاس اللي هتبقي مسؤوله عنه. بليز ركزي معايا، عايزاكي تاخدي بالك من اكلهم وكل واحد يشرب من الزمزميه بتاعته. عاوزاكي تشحني لهم موبايلات والايبادز عشان يلعبوا بيها في البريك. اوكي إيه؟ طب معلش سؤال بسيط بالنسبه للبيبي، انا برضك ولا في حد مسؤول؟ طبعا انت يا لو لهفه صعبه على حضرتك ممكن تقولي لي مثلي لي. مش مهم مش مهم، هعرفك بيهم. ده كريم ابن لوا. ها ما شاء الله. اما ده بقى فسيف ابن سيادة المستشار. سو كيوت. ودي نانسي بنت سفير، ربنا يحميها. وده ادم منير. منير؟ ايوه. لا بليز بقى حضرتك ما تكمليش. انت ابن الكينج طبعا. بابا كان منور في اغنيه السياحه. هتقول له بقى ها؟ تنسيش. خلاص في العسل السماره. اهلا يا حبيبي، فين الواد ايمن المتخلف ده؟ ايه ده؟ الصلاه على النبي، الصلاه على النبي يا معلم ايمن. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مبروك يا واد. وطي صوتك. ليه يا عم وطي صوتي ليه؟ مبروك على ايه؟ مبروك على العربيه الجديده. ده انا سارقها دي. سارقها؟ سارقها من مين؟ اسمعني بقى كويس يا مرتضى، احنا لازم نبقى قد العمليه الكبيره اللي احنا داخلينها دي دلوقتي. عملية ايه؟ اقرا المسج ده. بحبك يا حيوان يا مفترس. لا مش دي، اقرا اللي تحتها. وحشتني يا حيوان يا منقرض. يا عم انت ليه جايب صفحة الحيوانات؟ ما هي دي الرسائل يا عم. يا عم انت خش على الصفحة اللي جنبها. لقينا تماثيل ذهب وعايزين حد امين يصرفهم. ايه ده ايه ده؟ مين اللي بعت لك الرسالة دي؟ معرفش، بس هنتصل بالرقم اللي متصل بينا ده ونعرف الراجل مكانه فين ونروح ناخد منه التماثيل دي ونبيعها ونقب على وش الدنيا. انت عايز تتاجر في اثار بلدك؟ مش بلدي، اتاجر فيها انا احسن ما حد من بره يجي ياخدها مننا ويتاجر فيها. هي وجهه نظر صح. طيب ربنا يكرمك. امسك. ربنا هيكرمنا بقى ان شاء الله، لان انت هتيجي معايا. ده يا حبيبي انت خاين وتتاجر في اثار بلدك. انا ما تاجرش في اثار بلدي، ما بيعش انا الاهرامات وابو الهول وبرج القاهره. خليك انت بقى كده قاعد في السينما تجيب فشار للناس، تقعد تقول للناس كل سنه وانت طيب واهلا بالعيد عشان تاخد جنيه ولا اتنين تروح بيهم ولا بيجيبوا حاجه. انما انا بقى لما العب بالدولارات ساعتها بقى هتعرف الحسره جايه فين. طب انا اروح استاذن من الشغل وانت كلم الناس عارف هما فين ونقابلهم. ماشي بس بسرعه. حاضر. انجز عشان العربيه بقول لك مسروقه. ماشي ماشي ماشي، عشان يتقبض علينا من قبل ما نمشي. ما تخافش يا عم. هش حبيبي. هش ميك اب ميك اب، تعالى شوف الاستاذه بسرعه. ايش ازيك يا عمران عامل ايه؟ ايه هش مالك قفش كده ليه؟ كبرت على الدلع؟ انت فاكر اما كنت مخرج مساعد وكنت اجي لك البلاتو بالبانجو؟ بانجو ايه وميلت ايه دلوقتي؟ فاكر فاكر خلاص. انت ايه اللي جابك دلوقتي يا عمران؟ هو احنا مش معادنا في المكتب؟ قلت اجي اطمن اشوفك عملت ايه في الموضوع اللي انا كلمتك فيه. موضوع ايه؟ افتكرت الموضوع التركي؟ ايوه، مش انا كلمتك وقلت لك شوف لي دور للهفه بنت اختي؟ انا قلت الكلام ده؟ ايام ما كنا بنجوينت مع بعض. خلاص خلاص فاكر فاكر والله، خلاص فاكر كل حاجه. هتالي بالليل اشوفها واشوف لها اي دور كده كويس. لا مفيش حاجه اسمها اي دور كده، انا عايز دور بطوله، دي لهفه بنت اختي. طب ما تيجي تخرج يا عمران. يا استاذ هشام بس لازم نتعاون. استاذ ايه بس؟ الشغل شغل يا عمران، وبعدين انا كل الادوار اللي عندي مساحتها صغيره. وماله يا سيدي الصغير يكبر. خلصنا يا عمران، خلصنا خلصنا. هتالي بالليل وانا اشوفها لك حاجه. جوينت ايه؟ كانت ايام حلوه. والله زي الفل. خلاص طريقه قبيه طريقه قبيه. ستاند باي.
انت طبعا حافظ كل اغاني كينج. حبوبي ايه رايك نغني مع بعضينا؟ انا صوتي حلو قوي، غني حاجه لبابا. كل واحد راسه تحت وباصص في شاشته، فيسبوك تويتر فيديوهات بقت دي عشتو. تفوت ساعات من غير حساب وهو قاعد على واتساب، ما بقاش بيرفع راسه ثانية، سرحان في لعبة أو في لاب، اسمه اللابتوب ما اسموش لاب، عايش لوحده في دنيا تانية. متجمعين لكن مش مع بعض من الآخر، ولا خيمه رقم كام؟ انا ما اعرفش، انا ما هو هنا مفيش غير الخيمه دي. يعني نخش؟ تعالى بس ما تقلقش. سلام عليكم. اهلا غرباني مرحبتين، اهلا غرباني مرحبتين. هز 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 عدل وين ترقص يا جمل؟ جمل بيرقص في ايه؟ هز خلاص خلاص، في ايه؟ جايين كباريه؟ اقعد يا. السلام عليكم. يلا بينا. خد يا، اقعد هنا. وانت اقعد يا. ناسفين. منور يا ابو منور، اقعد يا. ناسفين يا حاج. انتم مين؟ انا ايمن. ايمن حفني. ايمن حفني يا عرب، في ايه؟ انا ايمن يونس. وانت؟ انا مرتضى. ايه؟ ايوه هو. يا مرحب يا مرحب بالرجاله، يا مرحب. وجايين ليه؟ احنا كنا جايين نمضي السلعاوي. السلعاوي مضى خلاص. لا حول الله، يلا بينا يا سيدي. لا حول الله. ايه وما سلعاوي ايه؟ انا اتبعت لي رساله بتقول ايه 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 انت هتقول له كده؟ افرض مش هو، مش تتاكد انت؟ ايوه قول له. قول له ايه؟ مش يمكن كذاب؟ ما قلتش والله، ما حلفتش. مش يمكن الراجل ده؟ لا هو انت الراجل ده قاعد تمويه. انا فاهم. فجستني؟ ايوه فجستك. تمام كمل يا. انا بعت لي رساله عرب بتقول ان في تماثيل ذهب موجوده عندك وانت عايز تصرفها، صح الكلام ده؟ يا فرج الله، انتم جايين عشان الرساله؟ انا بعت المسج دي للتسعين مليون، ان حد يعبرني ويجي مفيش. علي الطلاق معايا اثار بجد ومحدش مصدقني. طب اقول لك على حاجه، علي الطلاق بعت الرساله دي للشرطه ان حد يجي يقبض عليا مفيش، اعمل ايه؟ اطخ ابويا. اهدى احنا جينا اهو، احنا جينا اهو. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا جينا اهو. انتم جميلكم ده فوق راسي. طيب. فوق راسي. احنا عايزين تكلمنا على التماثيل. انا عندي غير التماثيل الفرعوني تماثيل اسكندريه وتماثيل استاديو مصر، وعندي التمثال ابو عجوه بتاع قريش لو ليكوا خيال في الكفره يعني. لا مش عايزين ابو عجوه. حاضر عينيا ليك. معايا بقى التمثال العروسه الحلاوه بتاع مولد النبي، معاها كمان العلبه الثلاثه كيلو حلاوه اللي هي الاجراس ولا مؤاخذه في الكلمه الملبن وبتاع، عشان ايه التشكيله على بعضيها. احنا جايين العبد ولا في ايه يا عم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ طب دول مبيعات يا شيخ ولا انت ايه؟ فين بقى التماثيل دي؟ التماثيل دي انا مخبيها في امن مكان في مصر. خلاص احنا مستنيين، هات الاثار وتعال. انا هخلي الناس دلوقتي تيجي تسليكم وانا هروح اجيب الحاجه واجي. ماشي. تمام؟ ماشي. الف شكر. طب وابوك هيفضل معانا؟ يلا يابا عشان
والأناقة واللباقة والرشاقة. صباح الخير يا عمرون، إيه اللي جابك هنا؟ ما هو ما كانش ينفع أعد من جنبك وما طلعش أسلم عليكي. وبصراحة في موضوع كده عاوز أكلمك فيه. أوكي، بس بسرعة قبل ما البريك بتاع البنات يخلص. أنا عاوز أعتذر لك عن اللي حصل المرة اللي فاتت، بس لازم تعرفي إن أنت الوحيدة اللي في القلب. يا سلام، وفين كلامك؟ أنا لسه بكون نفسي. ما أنا رجعت نفسي ولقيت إننا لازم نبدأ مع بعض سوا نكون نفسنا طوبة فضة وطوبة ذهب. فين عمران حبيبي بتاع زمان اللي خلاني أحبه وعشقه؟ فين النفخة الكدابة؟ فين جسمك ولياقتك؟ وانت منين شفت جسمي ولياقتي؟ فاكر الزلزال بتاع زمان؟ بتاع 90. أيوة، ساعة الزلزال ده بقى محصل كنت انت بتستحمى ونزلت تجري عريان، ومن ساعتها بقى وانا منمر عليك. أيوة، أنا لازم أتغير، أنا لازم أرجع زي زمان، أرجع تاني عمران، مش بتاع الزلازل بس، حبقى عمران بتاع الزلازل والبراكين. تعالوا يا حبايبي، تعالوا تعالوا يا حبايبي. انتوا منين؟ احنا اصحاب الخيمة. صحاب الخيمة؟ ايوه يا حبيبي، انا الطحاوي صاحب الخيمة وصاحب المنتجع السياحي ده كله. انتوا منين وعايزين ايه؟ ما تقتلونيش، خدوا كل حاجة ما تقتلونيش. انت مجنون يا عرب، نقتلك ايه؟ احنا بتوع الاثار اللي جينا نقولك عليها من شوية. بتوع التماثيل؟ أيوة. يا حبايبي انتوا، ده انتوا جميلكم ده فوق راسي والله. جبت ايه بقى؟ دي بيسكو مصر ولا بتاعت اسكندرية؟ التماثيل دول يرجع تاريخهم للأسرة التامنة. العيال دي اتربوا أحسن تربية. أبوهم الراجل العصامي ده كان من أكبر تاجر عجلات حربية في الشرق الأوسط والفراعنة كلها. طب ممكن نشوفهم بقى لو ما في؟ ممنوع اللمس. نشوفهم؟ ده شغل وبيزنس. شفت ابويا اللي روحي فيه وبسطه وحضنته ده؟ علي الطلاق لو لمسهم لشج بالطول. طب نتكلم بقى في المهم. اتفضل. احنا هنبيع الاثار دي. احنا طبعا هناخد الفلوس انا ومرتضى زي ما انت ما قلت في الرساله، صح؟ صح. وانا اخد ايه؟ انت تاخد الثواب. ده انتوا جايين بقى تعملوا عمره. مفيش الكلام ده، الحاجه هتتوزع بما يرضي الله زي ما كل تجار الاثار بيوزعوها. هتتوزع ازاي يعني؟ 2% 2% عشان الواد ده انا بيه وبحبه، 1% عشان انت لمد وبكرهك من اول الموضوع، والباقي هنصرفه على علاج ابويا الله يمسيه بالخير. طيب احنا عايزين بقى نمشي من هنا. مفيش مشيان دلوقتي، مفيش. ده الدنيا ملبشه بره عليا الطلاق، لو خرجنا لقناص يصطادنا من دماغنا، هيفرتك لك نفوخه. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي بما ان ابويا جافل على الحاجه فانا هسليكم. تعمل ايه؟ ترقص؟ احكي لكم قصتي. عارفين ابويا ده؟ ابويا اللي انتوا شايفينه. انت بتحكي خلاص؟ لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ابويا ده خش بقى كده. كان اكبر تاجر بانجو في المنطقه كلها. يا مساء الخير يا نجمه، يا مساء السعادة والنور والهنا على نجمة النجوم اللي هتلعلع في السماء. الله 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 الله، ايه السعادة اللي انت فيها دي بقى يا سي خالو؟ اصل عندي خبر حلو هيبسطك، قلت اجي ابلغهولك. استر يا رب. ايه ده؟ انت بتتريقي؟ خلاص مش هقولك. والله مش قصدي خالو، انا قصدي يعني ان الواحد بقاله كتير قوي ما سمعش اي اخبار حلو. فاكره الفيلم التركي اللي انا كنت كلمتك عنه؟ طبعا. انا كلمت المخرج بتاعه النهارده وعدني انه حيديلك دور. بجد يا خالو؟ طبعا بجد، اعتبري الموضوع في جيبك. المخرج صاحبي وحبيبي من ايام الدراسه. انت مش عارفه تركي؟ تركي؟ لا بصراحه. ليه؟ التركي ده سهل جدا. وين رايح مهند اغا؟ رايح سرايا عبدين. كله تركي. اما يسالك اسمك ايه تقولي له ايه؟ لهفه خانم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ده ايه الخير ده كله؟ حتشبسوت وحورس وكليوباترا وسوبر، ده تاجر شنطه ولا تاجر اثار؟ الا البضاعه دي بتاعت مين؟ في يا عم مالك، في ايه؟ بتاعتنا. انت متاكد؟ متاكد. طب خلاص القضيه خلصت كده، يلا بينا على القسم بقى نكتب المحضر في الرواقه كده في التكييف. لا يا باشا،
البضاعة دي مش بتاعة الناس دول. الناس دول أتفه من إنهم يبقوا تجار بوم. الحاجة دي يا باشا بتاع تاني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا ما تربيتش. أبويا ما عرفش يربيني. مش عاكل؟ الله يخرب بيت أبوك. ما قعدنا في الخيمة من الصبح لحد بالليل ليه؟ ده إحنا لو حاجزين دي يوز مش هنفضل قاعدين كل ده. يا ده عايز أطلعك من القضية زي الشعرة من الفطيرة. متخرجوا ليه يا عم؟ أنت خايف من إيه؟ ده ضابط يمني ملوش أي حكم علينا. ضابط يمني؟ أيوة يا عم. بالمرة نفرج الباشا باقي على الآثار. آه بس هات لنا حاجة غير المعطوبة دي الله يخليك يا باشا. حاجة كده من على وش القفص كده كرمني يعني عشان أبقى زبونك. أنا ممكن آخد منك الحاجة المعطوبة وأمشي مفيش مشكلة، بس مش هجيلك تاني. رب زبون علي الطلاق ده ما خرج من الثمانينات من حرب الخليج. التمثال ده معاه هدية بلا فخر منبه. لا ما أنا بظبط المباجي. ماشي يا باشا، في اوبشن تاني لاطفال سعادتك، الجرد ابو درمز. اه حلو، ده جديد. هات لي بقى واحد اصفر في بني. ماشي يا باشا، عينيا ليك. ومعانا حاجات جديده. قبل ما يوريك بقى، احنا كده خلاص ملناش مكان بينكم، انتوا شكلكم خدتوا على بعض، كملوا انتوا المسيره. لا لا اتوكلوا انتوا على الله المنطقه. ماشي كفايه، انتوا عرفتونا ببعض. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش هنتصور معاه؟ طيب لا لا كفايه قوي لحد كده. طلع كده بقى وورينا. في حاجات يا باشا مفتخره، هي ده يعتبر بمثابه ابن خالت امي لازم. طب انا رايي اللي احنا نروح نحل المشاكل دي في القسم، فسيب كل حاجه زي ما هي وهم هييجوا ياخدوها دلوقتي. اما انا وانت المفروض ندردش شويه كده عشان نعرف نقفل المحضر ولا ايه؟ عينيا ليك يا باشا. انا متفائل خير والله. مش والله وانا متفائل خير يا باشا. امال فين ابو فياض؟ عينيا ابو فياض مع ابويا. هيخش معاك السجن وهتنبسط. يلا يلا يا عمران، يلا يا حبيبي، مد ايدك وكل. يلا بالهنا والشفا. السلام عليكم. كويس. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، كويس انك جيت يا مرتضى، ان شاء الله حماتك هتحبك. الله يرحمها بقى. يلا اتفضل. ايه ده ابتهال؟ ايه؟ بطاطس وفول وطعميه ومربى وحلاوه، اكل كله زيوت ودهون. جري يا عمران، ما انا عملت زي ما انت طلبت. اولا حتى زيت قليل خالص. بعدين من امتى يا اخوي؟ ده انت كنت بتشرب السمنه شرب. مالك فيك ايه؟ حكم الاوبه. يعني ايه؟ القلب وما يريد. هو انا كل ما اقولك كلمه هترد عليا بحكمه؟ ساندي يا ابتهال، ساندي. دي موعظة ولا ده الموضوع؟ ساندي تاني وسنين ساندي. ايه مش كنا خلصنا منها؟ اتقابلنا تاني يا ابتهال، القدر وضعنا في طريق بعضنا. بس قعدت بقى تقول الكلام اللي بتقوله لي كل مرة، الرشاقة واللياقة والنحافة والدهون وتأثيرها على الكوليسترول والحاجات دي كلها. وانت بقى جاي دلوقتي تعمل دايت؟ طب الحق يا خال عشان انت متأخر 30 سنة. الحق ايه ومتأخر ايه؟ انت بتكلم قطر، انت بتكلم خالك. بعدين شطر على نفسك وعلى خيبتك. خلاص يا عم حقك عليا، كنت هخدمك، اوديك لواحد صاحبي تضرب لك حقنتين استرويد في 3 ساعات تعمل فورمة. لا انا احب اعتمد على نفسي. حان ايه؟ حان ايه يا منيل انت؟ طب بتعمل زيه يا اخويا واعمل دايت، يمكن تعجب. دايت يمكن إيه؟ تعجب لهفة. خلاص يا ماما ما تزتيش. كويس ان انت قلته لهفة. انا مظبط لها حتة الدين دور في فيلم تركي ما حصلش، اسمه كابتن تركيا. بطولة مين؟ مهند إمام. فيلم جميل قوي، بس يا رب يا رب اللي في بالي يتحقق. خيلو أنا خايفة قوي يا خيلو. لا خايفة من إيه؟ أنا جنبك. أصلي بحس إن كل البنات كده وهي رايحة الكاستنج بتبقى لابسة كعب وعاملة في نفسها عمايل، لكن أنا بحب أبقى سيمبل على طبيعتي يعني. هما بيعملوا كده عشان يداروا الديفوهات اللي عندهم، إنما إحنا اللهم صل على النبي إحنا قمر، إحنا أهو أهو. أنا حاسس إن دي مش هتبقى آخر حاجة، وأنت في أول طريق العالمية. أنت هتمشي في العالمية زي السكين في الزبدة، بس العالمية لازم تاخديها خطوة خطوة. العالمية مسؤولية. العالمية إيه؟ مسؤولية يا خيرو. معلش يا خيرو عندي سؤال دلوقتي. إحنا بنحب نتفرج على المسلسلات التركي، بس هل الفيلم التركي ده هينجح بنفس مستوى المسلسلات التركي؟ طبعاً الفيلم التركي ينجح أكتر من المسلسل. أقولك ليه؟ اما بنقوم من النوم بنشرب ايه؟ قهوه تركي مثلا. اهو في دليل اكتر من كده؟ صح، شفتي؟ عندك حق يا خيرو، مظبوط. ما تلاقيش من اي حاجه. هو
هو المخرج بتاعك ده يخلو ستايله ايه يعني؟ بس شايفه بنات كده. لا 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 ما تقلقيش منه خالص، ده انا اللي مربيه، ده ولد غلبان وفي حاله، ده كل دماغه فن، دماغه طاير على طول، كلها سينما. والله يا خلو حضرتك قدوه، وبجد كل الجيل ده لازم يحترمك ويعمل لك يعني ايه موهبه كده. مش عايز اتكلم بقى، خلي التاريخ هو اللي يقول. اما هتخش جوه هتشوفي ان شاء الله باذن الله. اتفضلي. تفضلي يا نجمة، تفضلي خش برجلك اليمين. اللهم صل على النبي. يا مساء الخير يا هشومة. يا مساء النور. اهو هشومة اهو، زي ما قلتلك بالظبط، نفس المواصفات. مش هتقول لنا اقعدوا بقى؟ اكيد لا، انا مش فضيلك يعني. شفت مش فاضي، مستقبله كبير قوي، ما شاء الله ما شاء الله، مش ملاحق شغل. هي دي لهفة يا عمران؟ أيوة يا فندم أنا لهفة، وبجد أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي على الثقة الكبيرة اللي أنت حاططها فيا، وبإذن الله أنا مش هخيب ظنك في الدور اللي هتديهولي. دور إيه؟ دور البطولة في الفيلم التركي. فيلم إيه؟ ده سيت كوم اسمه إبراهيم التركي، يعني حاجة زي إبراهيم الأبيض كده. وماله؟ سيت كوم سيت كوم، وهي هتفرق معانا؟ على الأقل السيت كوم بيلفق، ده أعلى دلوقتي من الفيلم التركي. طيب ماشي. دي الشخصية اللي حضرتك هتلعبيها؟ يلا اقري كده بقى وفرجيني انا وخالو. هو حضرتك واضح ان دي الورقه الغلط او حاجه، لانه كل الجمل بتاعت ممثلين رجاله، يعني مفيش غير مكتوب فتاه واحد بتقول جمله واحده بس. لا هي دي الجمله اللي انت هتقوليها، قوليها كده فرجيني يعني. ما هي مفيش غير صباح الخير يا فندم بس. وماله هو بس عايز يسمع التونالي ليه بتاع صوتك يعني، مفيش اي مشكله. ما هو يا خالو اكيد فين بقيه الدور يعني. ايوه ما اكيد بتطبع في المطبعه، وبعدين صباح الخير دي مش قليله، ما بتتقال بطرق كتيره، وانت فرحانه وانت زعلانه وانت متنكده. هو دورك الجمله دي. والله صباح الخير يا فندم. يخونك الجوين. هابي فالنتاين دي يا ايمون. هابي فالنتاين دي يا رشيده. هتعمل ايه في فالنتاين؟ هعمل ايه في الفالنتاين؟ انا مش هعمل حاجه في الفالنتاين، انا عايز الفالنتاين هو اللي يعمل فيا، لان انا وحيد. يعني مش هتقابل صاحبتك؟ هي فين صاحبتي دي؟ انا ماليش صحاب. ايه ده انت لسه لوحدك؟ معقوله يعني مفيش جديد؟ مفيش جديد والله يا رشيده، يعني مفيش حد عايز يبص لي، تقريبا بيقرفوا مني. طيب لا ما تقولش كده وما تزعلش نفسك. بتعيط ليه؟ بعيط ليه؟ عشان انا النهارده كل واحد ماشي مع الكلبه بتاعته، وانا مش لاقي كلبه امشي معاها. طب خلاص انا هاجي على مصر بكره واقضي معاك الفالنتاين. ايه هتيجي على مصر؟ هتيجي امتى؟ بكره. بس يعني كده مش عارفه هلحق احجز اوتيل ولا لا. مش مهم الاوتيل، الله احنا عندنا بيت وعندنا شقه، تعالي اقعدي معايا في البيت، ده احنا هنظبط لك الدنيا هنا. مين؟ مين؟ ايه ده؟ كرسي التسريحة ده ولا حلاوة المولد ولا ايه دي؟ هابي فالنتاين داي، انت ساعدتني كتير وبتبقى قدامي طول الوقت، ونفسي اقول لك اني بحبك من زمان، بس مش راضية عشان احنا في وش بعض اغلب الوقت. موه موه موه، امضاء اقرب حد ليك. اقرب حد ليا؟ وانا كده مش عارفك يا لهفة؟ عبيطة قوي. تعالى حبيبي حبيبي حبيبي. سيبك يابا بقى من التلفزيون وركز معايا. ايه شوية عايزك في حوار مهم قوي. عايز فلوس؟ لا كف نفسك، انا مش عايز فلوس، انا عايزك في حاجه اهم من فلوس. بدات تقلقنا، في ايه؟ عايز ايه؟ انا في واحده صاحبتي مغربيه اسمها رشيده جايه مصر، وعايزها تقعد معايا في الاوضه انا وهي وبس. اتجننت يالا؟ اتجننت عبيط؟ انا ما عنديش الكلام ده. لا 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 لا، معلش يابا، عشان دي مغربيه وما بتحبش اي حاجه في مصر، لا بتحب الاهرامات ولا البرج، ما بتحبش حاجه غير ايمن. ده عشان ايه ده الكلام؟ عشان سمعت مصر يابا. ما ينفع يرضيك. انا قلت لها يابا يرضيك ارجع اقول لها لا، تيجي هي تروح المغرب تقول الشباب المصري حابه يقولوا وحابه يقولوا لا. لا عشان سمعه مصر كمان، ده انا رقبتي عشان سمعه مصر. يعني اقول لها تيجي؟ تيجي.
نظفت لك جوه بقى اخر تمام يا حلواني. لا عايزين شغل فنادق فاخر، عايزين نرجع السياحه زي الاول ان شاء الله. ايوه استنى بقى عشان انت بتنظفه هو كله عنكبوت. ايه ده؟ ايه يابا؟ ده حسسني انها نازله في شرم الشيخ. ما تقلقش ما تقلقش يا حلواني، ده انا عامله لها حته اكله هتروح تحلب بيها ببلدها. لو النبي يا ابتهال مش عايزينهم يسحبوا السفير. بابا انا مش فاهمه ازاي حضرتك موافق ان واحده غريبه تيجي تقعد معانا في البيت وكمان تقعد معايا انا في اوضتي. طب والبرايفسي بتاعتي؟ الدراما المغربيه داخله بقوه، عايزين يبقى لنا رجل هناك. السلام عليكم. اهلا يا حبيبي. اهلا. ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا مرتدل؟ ازيك يا اقرب حد ليا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مه مه مه. ايه ده؟ في ايه يا واد؟ مفيش، انا بس كنت عايز اقول لك ميرسي. ميرسي على ايه بقى؟ انا هاجي معاك المطار. انا اللي جاي معاك المطار؟ لا انا اللي هاجي معاك. انت متخلف يا ابني، انت مش قال لي في صاحبتك جايه من المغرب؟ ايوه. طيب ماشي انا جاي معاك المطار. لا انا اللي هاجي معاك. انت عايز ايه؟ عايز انا اللي هاجي، انا اللي هاجي معاك. تفاجئتني بس يلا يلا تمام تعال. جوز متخلفين. كل عام وانت يا حبيبي، يلا سوا ندخل في عام جديد. انا مين؟ انت اشرف ولا محمود ولا سعيد؟ من الزفت اللي انت بتقول عليهم دول كلهم يا بابا. انا قاعده مستنياك انت، يعني هيكونوا مين دول؟ بهزر معاك. الله بجد؟ ايوه بستظرف. طب دي واحده وراجعه لك. رايح فين؟ هجيب لك مفاجاه، غمضي عينيكي. ماشي اهو. يلا بقى بسرعه. اوعي تفتحي عينيكي، اوعي تفتحي عينيكي، فتحي عينيكي. حبيبي انت طيب قوي. ربنا يخليك ليا. هابي فالنتاين دايز يا ساندي. يا حبيبي وانت من اهله بالصحه والسلامه. جميل قوي. اللي قول لي يا حبيبي، صحيح هما ليه في العيد الكبير بيذبحوا العجل وليه في العيد الصغير بناكل الكحكه الحلوه وفي شم النسيم بناكل الرنجه، اشمعنا بقى في الفالنتاين بنجيب دبدوبي؟ اصل هي ليها حكايه طويله. صلي بينا على النبي. اتفضلي. ميرسي. الله 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 الله. هاي. اهلا يا حبيبتي. اهلا. دي المفروض خالتي. اه. ابتهال. اهلا وسهلا. ده الواد اخويا. ايه دي؟ ايه ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله حلواني، يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. الله 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 الله، ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالزاف بالزاف بالزاف. بالذات. بالزاف. بالته. بالفه. بالته. بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده. ايه؟ انت هتفهمني مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه. خلاص بقى خلاص، احنا هنقف نسلم كتير، يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. روح يا اخويا. انا بحب الاكل المصري بالزاف بالزاف. بلاش يا بنتي، الاكل هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ الله الله. انا عارفاكم، انا عارفاكم يا بتوع المغرب بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. تنبيد مين؟ حماده سلطان بس على قمر. بقول لك ايه؟ نعم. ما تغني لي كده اي اغنيه. يا يعني لازم تزلقي لي الزنقه دي. حاضر. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. بس تصدقي بقى ان انا المكان ده خانقني. ليه كده؟ مش حاسس بالحب. انا جاي اعيش قصه حب معاكي. انا كان نفسي في مكان واسع، جنينه واسعه، مكان واسع عشان اجري انا وانت ونقع على وشنا ونضحك. زي الاستاذ عبد الحليم حافظ ومدام شاديه، وزي الاستاذ عمر الشريف والست مريم فخر الدين. وانا كمان، وحتى رحت النهارده عملت شعري سشوار ب 12 جنيه ونص، قلت عشان لما اجري يطير ورايا كده ما يبقاش مككت. واللي يطير؟ اللي يطير تعملي شعرك ب 12 جنيه ونص؟ لا بقول لك ايه؟ انا ما احبش الست اللي تصرف على الفاضيه والمليانه. اه انت شكلك بقى كده من الرجاله المقرطيه اللي بيقرطوا على الستات وما بيدهمش فلوس. لا يعني مش كده. انت حبيبتي
واللي تطلبيه انا اديهولك. ده انت لو طلبتي من العين، لا لو طلبت كوبايه شاي حليب ميزه باتنين جنيه اديها لك واجيبها لك. انت حبيبي قوي يا عمري. يا سلام، شوفي سبحان الله الخالق الناطق كانه مكتوب لك، الدبدوب شبهك بالظبط. شفت؟ انا احس ان هو حتى مني، حتى شوف نفس المناخير اهي. ما هو اما هيكبر ويبقى قد كده مناخيره هتكبر ان شاء الله. يا رب يدينا العمر ونشوفه عريس. مين؟ ايه ده؟ انا فاطمه. ازيك؟ انت ايه اللي جابك هنا اهوت وسبت حمامات سينما بتعملي ايه؟ اصل انا جبت لك حاجه كده كبيره قد كده اهو. جبت لي ايه؟ بكر مناديل. بكر مناديل ايه؟ هديه. مساحات. مساحات ايه؟ ما توسع مخك شويه، انا هفهمك. عارف وانت واقف على باب السيما اقرب مكان لك ايه؟ الحمام. طب اقرب حد ليك واقف على باب الحمام مين؟ الناس اللي بتعمل حمام. غلط. انا اللي واقفه لك على باب الحمام. انت واقفه من زمان، ايه اللي جد يعني؟ اصلا انا جايه اقول لك هابي فالنتايز دي يا حبي. فالنتايز؟ ايوه. فالنتايز ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت شفت الهديه اللي انا جبتها لك يا روح الروح؟ هو انت؟ يبقى شفتها وعجبتك. ولا شفتها ولا عجبتني ورميتها اصلا. ليه كده؟ خلاص مش مهمه، مش مشكله، هبقى اجيب لك واحده اكبر منها واحلى منها. ولا اكبر ولا احلى. فاطمه يلا ارجعي الحمامات زمان الناس واقفه مزنوقه. يلا. قاسي وحمش وده اللي محببني فيك. بيت ريحتك. يلا غوري على الحمامات. اشوفك امسي يا روح الروح. ماشي ماشي يا لهفه، ماشي بقى. البت المعفنه بتاعت الحمام تفتكرني وانت لا؟ ماشي يا لهفه ماشي. ده انا غلطان، ده انا غلطان، وانت انت خدعتني، كنت بحبك بس خدعتني. طز فيك يا لهفه، طز فيك يا لهفه. انا مش هزعل نفسي، انا هتبسط بسط واسمع مزيكا واتبسط. انت بغية واحد خدي دي كمان بقى. قول. ممكن تقولي لي انهي اللي اطول، الليل ولا النهار؟ لا قول انت. انا ما اعرفش اصلا، عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. لا بصراحه دي حلوه، بس انا اسفه جدا يعني، النهارده فالنتين والمفروض تنزل مع صاحبتك. صاحبتي يا حبيبي ما تاخديش في بالك، احنا كبرنا على الحاجات دي قوي. ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي كبر؟ ده انت زي القمر وفي عز شبابك. وغزال وتتحمق، ده مليون واحده تتمناك. انت قد الكلام ده؟ طبعا. انا هروح اتحمق عشان مليون واحده تتمناني. بس يعني ما تزعلش مني، انا عايزاك تغير الستايل شويه، يعني تلبس الوان فريحي كالرفول. ده النهارده عيد الحب، انزل وتشوف، ده البنات هتبقى عليك كده. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مرتديل. اهلا اهلا. في ايه؟ انت مالك مودي كده النهارده؟ انت مالك يا ستي؟ مالك ومالي، مودي ولا عبودي؟ انت مالك بيا؟ ازيك يا رشيده؟ لا بس لسه بتقلشي؟ طبعا. ممكن اقعد اقلش معاك شويه؟ اتفضل. ميرسي. ازيك يا عم؟ ازيك. سيبكوا تقلشوا بقى وانا هقوم اتحمق وادلع نفسي عشان الفالنتاين. يلا قول. لا قول انت الاول. لا قول انت. لا لا ما يصحش، لازم انت اللي تقولي الاول. الو. ايوه. انت فين؟ حلو قوي قوي قوي، خرجتي من اوضتك رحتي الصاله من غير ما تقولي لي. ما قريل انا هم قريل. بصي يا ماما على بلاطه كده، انا ايه مش شاب التوتم اللي كنت تعرفيهم. ها بصي انا قفشت سلام.
ها سلام. الحمد لله يا رب اخيرا مش هجيب هديه فلان تاني. يا ام اريل بقى البت تخرج من الاوضه وتروح لحد الصاله من غير ما تكلمك في الطرقه يا حمار. يا دي عبيد دسيم عشان ما اجيبلهاش هديه. وبعدين انت خارج ولا ايه؟ اه انا خارج مع صاحبتي يا ام اريل. طب ما تاخدني معاك. اخدك معايا فين يا ده متخلف انت؟ انا خارج انا وهي بس. يعني ايه؟ يعني مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. هينفع. بقول لك مش هينفع. هينفع. يا ده همد ايد عليك يا. والله ما تقدر. طب اقول لها. طب لو ليها اخت صغيره يبقى لغيني. يا ده عيب يا. لا مش عيب. هسألها بس البس كويس. البس كويس يا بنت اللذينة. طب انت منين من المغرب يا رشيدة؟ انت بتعرف المغرب كويس؟ طبعا. انا يا سيدي من مكان اسمه مكناس. مكناس كلامها عجب ومكناس قلوبها ذهب. طب خد قلش مغربي بقى. بحال مكناس بحال فاسكي فاسكي مكناس. حلوة حلوة رغم اني ما فهمتهاش. وبيقول لك في فاس بتحب تاخد كل حاجة مع انها مش محتاجة. معلش سوري انا هستأذنكم لان وراي حاجات مهمة قوي. قول كمان. طب انت صحيح قاعدة لحد قد ايه في مصر؟ يعني لغاية يوم الاثنين. يعني قاعدة كتير. كتير مش قلت. ايوه صح. حلوة صح؟ حلوة جدا. يبقى ان شاء الله جاية من المغرب عشان تقعدي مع مرتضى؟ يلا خلاص انزلي عشان اخرجك. لا انا مش عايزة اخرج. لا ما انت هتنزلي معايا دلوقتي عشان اتفشخر بيكي. لا اتفشخر بعدين بس انا دلوقتي تعبانة وعايزة اريح شوية. اوكي؟ طب ما تقعدي شوية. كيفاسك مكناس. ايوه. الله بتاخد. ايوه. وتروح فين الشمس من على قفا المكناس؟ الله 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 الله. ده انت مروش نفسك بقى. بنقلش. انت بتحببها فيك ازاي؟ ما بعملش حاجه ده القلش وما يريد. هي بتحب القلش يعني؟ جدا. ليه بقى بتقول لها ايه بقى بتقول لك ايه؟ يعني مثلا قالت لي انا من مكناس قلت لها مكناس كلامها عجب مكناس قلوبها ذهب ومكناس كتير جرحونا. ايوه. وتعالى شوف المكناس. اه. ومكناس بالكهرباء ومكناس بلاستيك. اطلع بره بيتنا. مش طالع. فين رشيده؟ رشيده مع بكار. ايه ده اللي انت لابسه ده يا عم حلواني؟ اه طقم شبابي كده انزل كده. عيد الحب فالنتاين النهارده من حقي بقى انزل اروق شويه كده. عايزين حاجة من عيد الحب؟ خلاص امشي وسيبني. سيبني وروح لها. بس لازم تعرف هي مش هتحبك قد ما انا حبيتك. هي مش هتضحي قد ما انا ضحيتك. امشي امشي وروح لها وهتندم. هتندم قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. مالك مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوه رشودة حبيبة قلبي سوري اندمجت في البروفة. بس أنا بإذن الله داخلة عمل قريب جدا وعاملة فيه شخصية مختلفة تماما. أول مرة هطلع من غير ميك أب خالص. بصراحة أنا ندمانة. أنا ندمانة بزاف. معقولة يعني تبقى قدامي نجمة معروفة فيديات زيك وأنا ما شفت لهاش حاجة؟ أنا بصراحة مقصرة في حق الدراما المصرية. والله يا رشودة بقى دي غلطتك إن أنت مش متابعة. بس بإذن الله لما تتابعي هتنبهري بيا هتنبهري بأدائي. طيب الحاجات بتاعتك أشوفها فين؟ بصي أما ينزل لي حاجة هبعتلك على الفيس. شكرا ميرسي. أنا كنت عايزة أسألك سؤال ممكن؟ اتفضلي يا حبيبة. ده أنت بقيتي خلاص واحدة مننا. ثانك يو. يعني واحدة تخبل يعني بريتي يعني أمرايا زيك وفنانة فيديت ومعروفة ما عندهاش حب في حياتها معقولة؟ والله أنا يعني عندي فانز كتير قوي 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 بس أنا مش مركزة في الموضوع ده لأن بحس إن الجواز والارتباط بيعطل كارير الفنانة. يا بنتي أنا فاهمة بس أنا مش قصدي على الفانز. أنا قصدي على حد سبيشال يعني حب. ده أنتي قروبة يا رشودة بجد والله العظيم. هو في حد بس أنا عاملة عبيطة مش حساه. يا بنتي مش مهم تحسيه. أرجع وأقول لك تاني لازم تعيشي الحالة. بصي النهاردة فالنتاين. فالنتاين صح؟ تبقي تروحي تشتري له هديه مش مهم هي ايه المهم هديه حمراء وتوديها له. هتشوفيه هيجري وراكي. اسمعي كلامي. هبقى فنانه بتعيش الحاله معطاءه. ميرسي يا رشوده حبيبه قلبي. باي باي. تاني خلي عند امك كرامه بقى.
بص في المرايه يا معفنه. يخص عليك يا مرتضى، انا غلطانه اني عبرت واحد زيك. الله يخرب بيتك يا رشيده. آه يا دنيا، آه يا دنيا، يا لهفة انتوا فين؟ في ايه يا بابا؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ فيش يا بنتي، أنا نزلت وطلقت رزقي. اليوم كان ماشي حلو من أوله، والموزة رايحة جاية قدامي وعيد بقى، لحد ما الصنارة غمزت مع موزة، قلت هي دي بتاع اليوم كله بقى. وبعدين؟ مشيت وراها، راحت سحباني ودخلت السوق في حرق، دخلت وراها، فجأة وقفت قالت الحقوني الراجل ده بيتحشحر، حرش بيا. هي قالت حرش وعينك ما تشوف الا النور. يا لهوي، ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده يا بابا؟ رشيدة هي فين؟ انا مش عارفة، مش لاقياها في الأوضة، وكمان مش لاقية الحلقة الذهب والأنصيال بتاعي. ايه ده؟ التليفون بتاعي فين؟ انا كنت ساب التليفون هنا. حركات القرق دي يا جدعان مش هتنفع، هتاخدوا مني الموبايل هاخد منكم عمركم. السلام عليكم. معلش يا جماعه، ما لقيتوش المحفظه بتاعتي؟ الظاهر ان هي وقعت مني وانا قاعد مع رشيده. يا جماعه في، يا لهوي ايه اللي جرى لك؟ في ايه؟ في ايه يا خالته؟ قول. انا لاقيه البنت رشيده عماله بتجري وعلو عمال يجري وراها بيصور. هو انتوا زعلتوها في حاجه؟ بنت الصايعه، انا من ساعه ما شفتها وقلت القلش بتاع صاحبي ده ما يجيش من بره، ده قلش مخلي. عايز اقول لك كلمه سر. ايه يابا؟ ايه رايك في العصايه دي؟ حلوه، تجربها؟ هو ده، هو ده السبب، هو ده اللي جابنا. ليه فازين بره؟ ليه؟ ممكن تسمعني يا استاذ لبيب؟ أنا بقالي شهر ونص بسمع، بس نفسي تقولي فكرة واحدة، فكرة واحدة بس توحد ربنا. استريح يا أستاذ استريح، إحنا بندور لحضرتك على فكرة جامدة للإعلان، ولا أنت عايزنا نقلبك وخلاص؟ يا سيدي اقلبني، أنا عايزك تقلبني، أنا بقولك أهو اقلبني، بس خلصني. أقولك اعمل أي فكرة، أي فكرة. أنا لازم أحافظ على اسمي وسمعة شركتي في السوق. سمعة إيه يا أبو سمعة؟ إحنا هنقرع بقى على بعض، ما تخلينيش أفتح لك، ده أنا لو كنت جبت شركة حقيرة كانت خلصت لي الإعلان ده في يومين. ما افرض عشان ممكن يركب من ورا. يلا. ما هو بيقول لي عقد. أنا برضو يتقال لي عقد يا سمير، أنا ما يتقاليش عقد برضو. مش عارف. بقول لك يا سمير، عايزين نعمل الإعلان، الكرش طلع موضة، هنبوظ المنتج كده يا سمير. مش عارف. هشوف اي حته ان شاء الله اعمل اعلان في الشارع. بونجور. هلا ثواني يا سمير. بونجور، صباح الخير. صباح النور. اتفضل حضرتك، شركه الحلواني للانتاج الفني. ايه ده، انتوا بتعملوا اعلانات؟ ايوه. احمدك يا رب، دي حاجه حلوه خالص. شكرا. ولو عايز بدل برضو، شاف حضرتك مهتم بالبدله برضو. ايه عاملين بدل برضو كمان؟ اه حلو ده. اه ده بقى عشان لو عايز نظارات. اه فاتحين برضو، احنا فرشه برضو عندنا نظارات. حلو ده. ما عندكوش كبات؟ لا عندنا كبات برضو. امال ايه؟ شكرا. اهو ده حتى بص جايب لها كاب اهو. جميل. جميل جميل. خد ده برضو اهو، برضو برضو، خده برضو. يعني عشان برضو يبقى معاك كله. الحمد لله. أيوة. الف الف شكر. شكرا، هشرفكم ان شاء الله. شكرا. بس انت بتعيط على ايه دلوقتي؟ اعمل ليه؟ ما انت جايبني فيلم كوميدي بدل ما تجيبني فيلم رومانسي. اعمل ايه يا حبيبتي؟ ما انا جايبك فيلم كوميدي عشان تضحكي، بحب اشوف ضحكتك. لما انت استكفايم غلط، احنا اصلا عيلة عكسين الموضوع، يعني اي حاجة بتعيط بنقعد نضحك نضحك، واي حاجة بقى بتضحك نقعد نعيط. يا لهو، ده انت لو حضرت لنا عزا بعد عنا تلاقينا فارتين في الارض كده مسخسخين من كتر الضحك. مسخرة. ده انتوا عيلة عبيطة بقى. وبعدين ده اسمه حبيبتي اضطراب في الغدد. اقعد يا اخويا، انت تتريق علينا. انت ايه الكاسكته اللي انت لابسها دي اصلا؟ ها، هو انت كمساري؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تلبسهاش؟ انا بدات اتشائم من امه، وبعدين دي زمانها مزيته وعرقانه وحالتها نيله. احترمي نفسك، اوعي تتريق على الكاسكته، دي جزء من تاريخ السينما المصريه. ها
عارفه الكاسكته دي من اللي جابها لي مين؟ الاستاذ عادل امام في فيلم حب في زنزانه. بجد؟ والكاسكته الثانيه اللي بلبسها على القميص الثاني جايبها لي مدام فاتن حمامه. الله، هي دي اللي هي الكاسكته الصغننه الصوف دي اللي هي كانت لطعها على دماغها كده في الفيلم بتاع بطاطس. بطاطس ايه يا عبيطه انت؟ وانا من الايام دي انا جيل سعد وهنيدي والناس دي. يا صغنن، ما احنا كفايه بقى عمالين نلزق في كروق. في ايه؟ حسن ردد اهو. حسن ردد؟ حسن ده اخوه اكيد. ليه واحد أوه. مش ممكن، مستحيل والله. هو تعالى مستحيل، ده ممثل ازاي بيمشي على الارض؟ المفروض يركب في الهواء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي، عايز اتصور معاه، انا بحبه قوي. عايز تسلمي عليه؟ ايوه هتسلمي عليه. في ايه يعني؟ خش عادي. نخش عادي. يوم في حياه فنان الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما يبقى مفيد يعني، فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء بالشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي، وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. تالت حاجه بحب بقى الناس، الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم. الواحد يعني دايما يبقى متواضع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا لا، خليك داير زي ما انت. ده يوم في حياه فنان، لازم نصور كل حاجه. ازيك يا حسن؟ ده مقلب؟ لا خالص. مقلب؟ لا لا خالص. ايه، انا لهفه الحلواني. انا زميله على فكره، يعني انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده. انت ممثله يعني؟ انا ممثله وجه جديد. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. وانا ايمن، مدير اعمال استاذ حسن ابو علي. فعلا ايمن، فعلا مدير اعمالي. انت معانا في؟ انا معاك على فكره في حق معاك، بس لسه ما خدتش اوردر. تحت امرك يا لهفه. لا انا فنانه، بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض. وبمناسبه الكاميرات النهارده، انا كنت عايزه اعلن ان انا كمان بكتب. لا بجد؟ وانا كاتبه لك فيلم على فكره. والله والله، يعني يمكن متواضع جدا لعلم حضرتك. انا متشكر متواضع جدا، وهو بيحب الناس قوي. ربنا يخليك. بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. امال ايه؟ يا رب ان شاء الله. فيلم قريب طبعا. هتعمل فيلم قريب مع لهفه؟ يعني لسه هو كلام. وعلى فكره انا ورثه الفن عن بابا بجد. بس هو هيغير بقى بزنس التمثيل وهيتجه للانتاج، ودي شركه انتاج جديده هو عاملها. لو عندك اي اعلان اي حاجه. حلو الحلواني انتاج الفن. مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه؟ لا يا حسن، عايز احكي لك الفيلم. طب خليك احكي لك قصه الفيلم ده، هي اللي كاتباه يعني. طب على الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش. الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير، بينط من اسانسير وبيشيل البنت، حاجه رهيبه. وبعدين هو هيبقى بابا دكتور، بيسرقوا الثلاثه اللي العيانين اللي في العياده. ثانيه واحده. وبعدين بيختفي. انت كاتبه السيناريو ده؟ ثانيه واحده، ده فيلم زنقة الستات اللي انا عملته. مش نجح؟ ايوه اعمله تاني. الله، في ايه؟ مش نجح، افرح. أيوة نجح يا جماعه، اديني فرصتي. انا هو مش ده. معلش يا لهفه، احنا اسفين. زنقت ستات لحد هنا وخلاص. انا بقول لك الثلاثه هيختفوا، الثلاث بنات هيختفوا. ده كتير يعني. وبعدين انا باجي انقذك. انقذيني؟ هو في خطر على حياتي؟ ما هو دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض، وهنمشي هنمشي هنمشي سلو موشن كتير. هنعمل بقى اغنيه. يعني احنا نمشي سلو موشن؟ ايوه. ما شاء الله دي عندها كمان رؤيه. لا خلي بالك، انا عامله له الفيلم يعني هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه استعراض. هيبقى فيه كوميديا، هيبقى فيه تراجيدي، هيبقى فيه حاجات كتير جدا. ما شاء الله، ده فيه كل حاجه موجوده في الفيلم. طبعا يعني شوفي طبعًا. شوفي الناس مليانه، في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه. ربنا يخليك. ما شاء الله، يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيم عاكف والحاجات. انا عايزه اقول لك حاجه، يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا. والله طبعا. وحياه ربنا طبعا. بس خليني انت بتتعاكس كده على طول يا حسن. والله ما تعملي كابتو دقيقتين بس وبعد كده لا لازم نكمل. احنا بنسجل لازم نكمل. احنا هنتكلم. قولي بقى، احكي لي من وانت صغير، اللي كان اكيد كان ليك اصحاب، هل صحابك دول فضلوا معاك لما كبرت ولا بقى عندك صحاب تانيين؟ لا عنده صحاب تانيين طبعا. انت تعرف صحابي منين؟ امال ايه؟ كان يعني بيأجر كوره ويروح يلعب لوحده حضرتك. اقول لك ايه؟ ايه؟ شويه كده ونقوم هاخدك ونروح جنينه الاسماك. لا يا اخويا، انا مش هروح معاك جنينه الاسماك تاني. ده انت اول ما بتشوف الجبليه بتنهار. ليه؟ شايفاني قرد قدامك؟ قرد؟
يا شقي ده انت قرد وعفريت كمان. فاكر اخر مره؟ يا راجل ده كان الامن خلاص هيطلعنا من الجبليه بفضيحه. الامن جه عشانك انت. خلاص ماشي. معلش انت اصلا معلنا كده قدام كده ليه؟ مش قلت لك تاخد الصف الاخراني؟ ايوه ما انا دخلت على شباك الحاجز البت بتاعت الحوزات قالت لي العشر صفوف اللي ورا محجوزين. ما عشان شافتك راجل كبير افتكرتك بقى ابويا. ابوكي لم نفسك من ملف السعد. طب بص يا سي سعد، ايه رايك في الحلقه ده؟ ايه الحلقه المخرطه اللي انت لابساها ده؟ ده انا عامله لك هاند ميل. هاند ايه؟ ميل. هاند ميل ايه؟ ده انت جايباه من المناصره. ده انا وحياه المصحف جايبه لك بقى من محلات اخر العنقود، والبت لهفه مني 7.5 جنيه عشان تكتب لك اسمك عليهم بالرمل، شايف؟ 7.5 جنيه ايه؟ ده انت جايباه من المحل بتاع كله ب2.5 جنيه. يا اخويا هم بيبقوا كاتبين بره كده بس، انما تخش جوه تتسحب بس يجر رجل الزبون ياخدوك بقى يسقعوك على قفاك تلاقيك دافع لك الشيء الفلاني بتاع 20.5 جنيه كده. اكتم الله يحرقك عشان عاملين مشهد تراجيدي. تعملي كده فضحتينا، الناس كلها بتعيط دلوقتي. بص خليه يحكي لك بقى منط في النيل. يا ايمن كنت ناسي الحكايه دي خالص. فعلا انا مره كنا ماشيين واحنا صغيرين، وبعدين مره واحده قلت له تراهني يا ايمن انا ممكن انط في النيل. انا كنت بهزر بصراحه، قال لي ما تقدرش. فانا بصراحه ايه عارفه الواحد وهو صغير عنده كده يعني حاجات فسخنت وبتاع، ونطيت فعلا في النيل وتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع. شفت بقى لما كنا شافوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي. طبعا. لا هو الواحد اللي بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي. بس اكيد يعني طيب حسن اكيد طبعا. حسن اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاه الاحلام. حسن ردات فتاه احلامه مين؟ انا بحب البنت الحقيقيه طبعا مش جرافيك. يا ابني ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبتي ثانيه واحده ثانيه سونسون. دلوقتي الحقيقيه دي اللي هي ايه يعني؟ زي كده لما انا دخلت على طول بكل جرأة وكأن حاجة بتشدني بتهزمني تدخلني على طول هنا بكل تلقائية، هي دي الحقيقية. يا سلام ده شرف ليا والله. وانا هفكرك في يوم من الايام هتشوفيها هتبقى حاجة كبيرة قوي. يا رب ان شاء الله. شكرا قوي والله يا حسن. ربنا يخليك. انا والله انبسطت اني شفتكم. طب هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك يعني؟ في ايه؟ عايزين اغنية استاذ ابو علي بصوته ده ايه؟ صوته حلو. يعني حاجة عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح. يلا يا حسن سمعنا حاجة. انا ممثل يعني انا غنيت بس كده في الفيلم. لا لا صوتك جميل ورقصك قمر وتجنن والله العظيم كنت تجنن. طيب عايزين ايه؟ يلا نغني. يا وحشني اديني رنه. ايوه هتلاقي الدنيا جنه. ايوه هتلاقي لعمة فتح. ايوه والاقرص ام وغنى. والله انا مبسوط. انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي. انا مبسوط جدا بيهم والله. مبسوط بالحلقه بتاعتكم. يبقى اكيد هتساعدها صح؟ بليز بليز. حاضر اساعدك من عينيا الاثنين. انت شوفي انت عايزه ايه وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل باذن الله. ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد. ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي. يلا بقى فرق بقى فرق بقى. في ايه؟ فيلم جديد انت حسن. مش راجل انت مالك انت فيلم جديد يا ابني؟ ما تردش على الناس كده. ماشي ماشي ديمو كروت. اهلا وسهلا. اهلا معلش ده اهلا وسهلا. ازيك؟ لهفة بطلة فيلم حسن الجديد. عبد الحميد الدقاق بطل العالم. يلا يلا ادي لي ادي ايه ادي ايه احلف له ايه معيش كروت. اتفضل سوري. لا فرق بقى فرق بقى واعمل بلومتك بقى يا اخي بقى. حاضر 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 يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. الكاميرات مقفوله. ثواني يا ريس ثواني ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل ده انا هاكلكم حته دي. خد انا علي اسمك ايمن يلا. والجاب ونخش على الناس على طول. ايوه يا استاذ تذكرتك. لا ما انا مش عايز اتفرج على الفيلم. امال انت عاوز ايه؟ ده انا عاوزك انت. عاوزني انا؟ وهديك اللي انت عايزه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه امسك الكاميرا دي في ايدك. انا عايزك تسجل لي كل الافلام اللي بتتعرض عندكم هنا علشان عايز اعرضها في القناه بتاعتي واخد بالك حصري وقبل اي حد. قناه ايه دي؟ دي قناه زقلة تي في. لا خفت رفت. هيرفدوك بالداخليه. ده انا هعوضك وهظبطك وهنغنشك. لا 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 مش عايز فلوس. امسك بس. والله ما هاخد فلوس. لا لا لا. لا. طب هاخد 100 بس. ده انت يعني جميل. قناعة فعلا حلوة. خد الكاميرا بقى. عايز ايه؟ تسجيل كده. طيب انا هصور لك صورة اتش دي. هاي ديفينيشن. هاي ديفينيشن. بس اقسم بالله لو لقيتكم بتعرضوا الصورة البهتانة السوداء ديت هعمل معاك السليبة.
طب احنا دلوقتي بقى لنا ساعتين يابا قاعدين قدام التليفون، الا لما حد اتصل يشتمنا حتى ولا يقول لنا اي حاجه. ما يمكن الحراره مقطوعه؟ حراره ايه بابا؟ ده موبايل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شركه الحلواني للانتاج الفني؟ مظبوط. مع حضرتك حماده الشبح، شاعر غنائي. اهلا وسهلا. يلي تحب الجمال فكك وسيبني في حالي، ده الحب سابني وداب في اللي تعبني ليالي، يروح فين الجمال وقلبي واجعني يا خالي. اقفلي الباب بسرعه يا لهفه وتعالي. سمعت حضرتك؟ طب ليه كده بس تقفلي باب الشهره والمجد في وشي؟ استني يا لهفه بس استني، ده الواد ده جامد، شفت قال ايه من على الباب؟ اما لو دخل جوه هيعمل فينا ايه؟ قول لهم يا زميلي ده احنا هندغدغ الدنيا، انا بقى جاي هنا عشان انتوا تنتجوا لي الاغاني بتاعتي وندغدغ الدنيا. دغدغه يا نجم، فين بس الفلوس؟ فلوس ايه؟ مش انتوا اللي هتنتجوا لي؟ يا حبيبي ما انت هتدينا الفلوس احنا هننتج لك بيها، هو في انتاج ببلاش؟ اصل حضرتك يعني بص انت روح قوج قرشين وتعالى ادهم لنا هننتج لك بيهم. خبطت باب المجد قالوا لي راح حوش، اتاريني ماشي غلط وايديا بتلوش، كان نفسي اكون فنان وعالكل بيكوش. معلش بقى يا زميلي الدنيا بتهوش، روح انضف كده والبس هدوم وتروش وهظبط الدنيا وهتظبط الدنيا. شفت يابا؟ شفت الواد؟ الواد كسر الكافيه في ثانيه. بس والله العظيم الواد ده فنان يابا وبيعرف يقول اغاني عشوائيه. شفت يا بابا؟ برودكشن يعني فلوس يا حبيبتي، الانتاج يعني موهبه يعني دماغ. هلو؟ ايوه فندم، هنا شركه الحلواني للانتاج الفني، حلواني بروشداش كشكشكن. نعم؟ طبعا اكيد، لا تحت امرك اوي اوي اوي. اوكي نتقابل الساعه 6 في الشركه. حاضر، مع السلامة. خير؟ ده واحد عاوزني أعمل له إعلان للبضاعة بتاعته. أيوة بقى يابا، البلية هتلعب وهتوصل للمجد. ده أنا معفن ده يابا اللي خلاك تيجي تعمل الإعلان بتاعه؟ إحنا فندم شرفنا إنكم اخترتوا شركتنا عشان تعمل لكم الإعلان. ربنا يخليك يا فندم. بس أنا أول مرة أسمع عن شركة كاوما دي، بتعملوا إيه؟ شاي تخسيس، منتج لسه جديد مستوردينه من الصين. طب حضرتك عايز ايه في الاعلان يعني؟ اي حاجه، المهم تصور اي حاجه بسرعه. يا فندم احنا شركتنا تمتاز بالسرعه والدقه. حلو قوي، اهم حاجه بقى تحط لنا في الاعلان ان المنتج وزاره الصحه موافقه عليه. هي فعلا وزاره الصحه وافقت عليه؟ بص يا فندم، دي هتبقى دفعه اولى من الاعلان، واول ما يخلص الاعلان هنديك الدفعه الثانيه إن شاء الله. تمام؟ إيه ده؟ شيك؟ شاي دودو يحمر خدوده. حلو قوي ده. لا 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 مش هينفع، مش هينفع كده. يا جماعة نلتزم الهدوء، هدوء لو سمحت. هدوء؟ هدوء إيه يا أخويا؟ ده فيلم كوميدي، ما نضحكش يعني ولا إيه؟ مش تضحكي، تضحكي بس وطي صوتك شوية، اكتم الضحكة يعني. اتفضلي يا ولد. ايه ده؟ راح فين؟ راح فين؟ حمام. حمام ايه؟ لا امسك نفسك، امسك نفسك. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده يالا؟ ابن حلال يا فندم، خش معايا في السيلفي. تعالى يا فندم. سيلفي؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي بتهببه يالا؟ بتسجل الفيلم يالا؟ انت فهمتني غلط، اقسم بالله دي كاميرا مراقبه انا عاملها عشان لو حد عمل حاجه كده ولا كده نعرف نجيبه على طول. هات الكاميرا ديت. طب طب 10 دقايق، 10 دقايق الفيلم قرب يخلص. اقول لك هات الكاميرا ديت. 10 دقايق ابوس ايدك. اوعى اطلع بره، ما اشوفش وشك هنا تاني بره. بابا. نعم. هو حضرتك متأكد ان انت هتقدر تعمل الإعلان ده؟ يا بنتي يعني كل ده بشتغل في السينما، مش عارف أعمل إعلان. أنا مش بشكك في قدرات حضرتك وموهبة حضرتك، ده حضرتك كبير الكمبارسات، بس عمرك ما أخرجت. يا سلام، عمري ما أخرجت؟ يعني جت عليا أنا؟ ده كل من هب ودب بيخرج، يا شغلة، والإخراج مشكلة. يا بنتي يلا، روح بس جاي جايز نفسك وخد الإشارات من إيدي أنا. حاضر. ها؟ I trust you يا بابا. ميرسي، جود لك. عايز حاجة بقى تهز الدنيا. هو المرش بتاعها فين؟ أهلا وسهلا.
هل هذا الشاي هو ما يتحدث عنه كل أصدقائي؟ نعم، إنني أشربه قبل مباريات التنس يجعلني أكسب. إنه جاحد. هل هو مفيد للبشرة؟ نعم، إنه يوجد في الصيدلية على هيئة مرهم أو كريم. هل يقل مفعوله عندما نغادر البلاد؟ لا، إنه يزداد مفعوله خصوصاً في ساحل العاج وملاوي في الصعيد. هل هذا الشيء سيرجع لي حبيبي القديم؟ نعم، إنه سوف يرجع لك حبيبك القديم ويجعلك تخونينه. إنه فاجر مدهش. هيا بنا لنجرب الشاي سويا. هيا بنا نلعب. هل سكرك زيادة؟ سكري برا. إنه جميل. إنه مفرح. شاي دودو بيحمر خدودو. عندما استعملت شاي دودو لم يكن في رأسي ولا شعرة، وعندما استعملتك دهان على فروة الرأس أصبح شعري غزير جدا حتى أصبحت البنات تنبهر بي. نعم، شاي دودو يجعل البنت رشيقة، يمشي وراءها الرجال، يجري وراءها الرجال. شاي دودو جاحد جدا. لقد نقص وزني بالفعل، لقد خسرت من خصري إنشين ومن أدافي إنشين. نعم، هل تعلمين أنه جيد؟ نعم، إنه جيد جدا. نعم، فأنا طبيبكم أنصحكم بشرب الشاي دودو. وعندما ذهبنا إلى اليابان في جزيرة كوكواوا وجدنا امرأة تبلغ من السن 175 عاما، وعندما سألناها لماذا صحتك جيدة يا امرأة؟ قالت لنا إنني أشرب شاي دودو كثيرا وأستحمى بشاي دودو وألعب بالي نائي وما زلت رشيقة. لقد شوقتني أن أراها. إنها توفت. كيف؟ ماتت موتة ربنا. شاي دودو بيحمر خدودو. كيف؟ تعالي كده دعوني أجرب هذا الشاي، إنهم يقولون عنه أنه ساحر. سوف أجربه بنفسي. لا تنظروا إلي. إنني لا أصدق، لا أصدق ما أراه. لقد جعلني هذا الشاي أكثر رشاقة وأكثر نضارة وأيضا أصغر سنا. إنني كالفراشة. شاي دودو بيحمر خدودو. واسألي. اسألي من قلبك. اسألي. وانا جاوبك. اسألي. اسألي من قلبك. اسألي. وانا جاوبك. حبيبي عم حلواني، والله قلت لكل الناس اللي انا اعرفهم من اشتروا الشاي بتاعك. الله يخليك يا حبيبي، بس عشانكم انتوا مش عشان حد. ليك بقى وين مع قضيك يا لهفه. تعيش يا حاجه، تعيش عم حلواني. منور الحاره يا عم حلواني. الله يخليك يا حبيبي، انت رافع راسنا. عجبك الاعلان؟ ربنا يخليك. وانت بقى نسى لهفه بقى وين شاي على حسابي ليك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا حلواني بيه. طمني اخبار البيع والشاي ايه؟ بيعي والشاي بتاعك زي الفل، بيبيع زي الصاروخ. الله ينور عليك. لولا انا ما كانش شاي دودو ده هيظهر خالص. لا بجد والله. والله. بابا كفايه افوره بليز، مش حاجات البروباجندا لازم. طب مش تشوفهم طلباتهم ايه ولا حد معاهم جوه؟ الناس اصحوا معايا كده، الاستاذ حلواني بيه اللي بيسقوكوا الشاي. سقفه كبيره قوي 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 حلواني بيه. الله يخليك. الله يكرمك حلواني. سيبك، انا مش عايز اعطلك بقى. انا اخش بقى، تصبح على خير بقى. وبيتوب ليه؟ مش عارف يا بابا، يمكن شيء عامل له ريلاكس او لا. ده انا عامل بقى مفاجاه للاعلان الثاني على دودو برضه. واو، هتعمل ايه بابا؟ بس مش هقول لحد الا ليك انت. ايه؟ خلي بالك من دودو. دودو من دودو، خد لك بقه من دودو. يا حلاوه الدودو. لا لا لا. يا جمال دودو. لا لا لا. يا شفت الدودو من دودو. جميل يا بابا، جميل. برافو يا سعاد. شكرا يا حسين. حضرتك قولي تجربتك مع شاي دودو. والله يا باشا، البتاع ده من اول لما جه المنطقه واحنا على طول نايمين ونازلين. شو انت ما شايفه كده؟ ممكن تقولي برضو؟ تصبح على خير بقى يا باشا. شفت يا بابا؟ شو
تعملش حاجه يا بنتي، احنا مالناش دعوه. ازاي يعني يا بابا؟ الله يخرب بيتك يا حلاوه. الحق يا بابا الحق، في عربيه بوليس تحت البيت وبيسالوا عليه. يا نهار اسود. هو انا ما وريش غيركم ولا ايه؟ يا سعاده الباشا المساله كلها سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ تبيعوا للناس شاي مغشوش وتقولوا سوء تفاهم؟ والنبي يا بيه ما هو مغشوش، ده انا كنت تاخده كده ولما شربته خسيت النص. يا سلام. ثانيه يا خالتو ماشي حضرتك اسمعني. بص يا حضرتك، احنا ايجنسي بتاع الدعايه واعلان، جالنا كلاينت عايز ان احنا نعمل له اعلان للبرودكت بتاعه. حضرتك لو في مشكله قضي هو ما يخصناش. صاحب الشركه هرب من البلد يا هانم. العفريت. طب احنا بقى وضعنا ايه دلوقتي؟ للاسف مفيش ورق قدامكم، انما انا الود ودي كنت حرقتكم بجاز. الو. ايوه يا باشا، تحت امر سعادتك. جاي لحضرتك حالا يا باشا، تحت امر سعادتك. اتفضل يا حلواني بيه، اتفضل اتفضل اتفضل. سعادتك الجايات اكتر من رايحات. يعني برقه. مبروك يا بابا، يلا بينا يا خالتو.